اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم بالنسبه للتلاميذ اللي نجحوا هذه السنه في البكالوريا. كل عام كينجح تلميذ من الابتدائي حتى البكالوريا، كل عام كنقول ليه مبروك، كيوصل التاسعة كيحير، ولكن حيره ديالو بسيطه، يعني واش علمي ولا ادبي ولا تقني، واش علوم فيزيائيه ولا علوم تجريبيه، بمعنى انه الحدود ديال الحيره عنده محدوده. لكن ملي كيوصل البكالوريا كتكون الحيره الكبرى، فبلاص ما كنقولوا ليه مبروك كنقولوا مبروك كنقولوا مسكين. علاش مسكين؟ لانه ما عارفش اشنو غادي يدير من بعد. كثير من التلاميذ كيقابل القرايه ولكن ما كيفكرش على بعد 5 سنين، على بعد 10 سنين، على بعد اكثر من ذلك، وبالتالي كيولي الان عنده السؤال، انا نجحت اشنو غادي ندير في المستقبل ديالي، فين غادي نقرا، اش من تخصص غادي ندير، واش ندير تخصص مهني في التكوين المهني ولا ندير تخصص جامعي. شنو الفرق بين هاد التكوينات؟ التكوين المهني هو تكوين قصير المدى اللي كيعطيك فرصه انك تكون قريب من سوق الشغل في ظرف سنتين على الاكثر. بالتالي الاشخاص اللي كيلقى راسو انه مرهق او لما قادش يكمل بزاف، فممكن انه يختار هذا الاختيار ثم يدخل سوق الشغل ثم تتاح ليه فرصه ثانيه باش يكمل الدراسه ديالو الوقت اللي بغى. التكوين الجامعي هو تكوين اعمق شي شويه، بمعنى كيحتاج سنوات اكثر. بالتالي انا ملي غادي نختار التكوين الاعمق كنسول راسي واش عندي بيني وبين راسي، واش عندي القدره والرغبه انني نواصل الدراسه على الاقل 3 سنوات، لان الاجازه اقل مده اللي تحصل بها على الاجازه هي 3 سنوات، او ربما اكثر 5 سنوات باش نحصل على الماستر. هذا الاختيار كيفاش نختار؟ هي هذه الاولى، كنقول واش بغيت تكوين قريب ونخدم على حسب الظروف الاجتماعيه ديالي، ربما عندي عائله خص لي عولها ولا خصني نتكلف براسي، وبالتالي كنختار تكوين قصير المدى. الا كان عندي طموح اكبر ما نضيعش راسي في تكوين قصير المدى، ناخذ تكوين معمق، لانه في الجامعه كتاح لي فرصه انني نتعلم اشياء اكبر وانني نعمق المعارف ديالي. مهما كان التخصص ديالي كاين واحد القاعده ذهبيه في الدراسات العليا، يجب انني نختار الدراسه اللي ممكن انني ننجح فيها مهما كانت الظروف، لان الدبلوم اللي كنحصل عليه كاين فيه جوج ديال الحويجات، خصو يكون عنده قيمه، بمعنى عنده قيمه في سوق الشغل، وهذه بين قوسين ماشي الدبلوم هو اللي عنده قيمه، انت اللي عندك قيمه وكتعطي قيمه او لا. ثاني حاجه هو هاد الدبلوم اللي غادي نشدو كيفاش غادي نتعامل معاه، يعني شناهي الافاق اللي غادي نحصل عليها. بالتالي انايا كنسول راسي شنو المهنه اللي بغيت ندير، حيت هذه المهنه كتحددها الظروف الاجتماعيه ديالي، كتحددها واش انا ولد ولا بنت، كيفاش بغيت نعيش حياتي من بعد، لان من بعد غادي نخدم في هذا الاتجاه، واش بغيت انني نخدم 8 سوايع ولا نخدم اقل من 8 سوايع، شنو هو الرقم المالي اللي بغيت نحصل عليه من بعد كراتب شهري او لك نتيجه المجهود ديالي، واش بغيت ندير مقاوله، واش واش واش. بالتالي كنشوف على بعد المهنه عاد باش كنرجع اشنو ممكن ندير كتخصص في الدراسه الجامعيه.